السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم ميركون كبيرة. درس العاشر الإزاحة والدوران، إزاحة الشكل ودوراني. هنا كما كنشوف أن في بعض الفيديوهات ديال الأساتذة الآخرين ما كيشرح لكش بطريقة مبسطة للتلميذ والتلميذات، في حين أن القناة ديالنا مختلفة. حنا كنديرو بواحد البيداغوجية بواحد الطريقة سلسة وسهلة يمكن لك تفهمها، لكن اللي كيشوفنا أول مرة منساش ضروري تشترك في القناة ديالنا ودعمنا، لحقاش كنشوفوا أن 92% من المشاهدين ديال القناة ديالنا غير مشتركين، فقط 6% هما اللي مشاركين. لنفهم ونطبق، لنساعد يونس على إزاحة الشكلين، الشكل الأول الشكل الثاني، باستعمال قن من اختيارنا. استعملوا واحد القن من الاختيار ديالنا. القن شنو قلنا؟ هو كاين إلى الأعلى إلى الأسفل، مثلا الى الاعلى بشحال؟ مثلا بثلاث مربعات، الى الاسفل مثلا بمربعين، كما قلت القن راه هو هذا، يعني الاتجاهات الاسفل الى الاعلى ثم اليمين ثم اليسار، وكتحدد شحال من مربع، مثلا خمسه، هنا مثلا ثلاثه اربعه، شوف شنو طالبا منك، زيد الى اليمين بخمسه، زيد الى اليسار باربعه، او اصعد الى الى الاعلى او الى الاسفل، انزل الى الاسفل، صافي؟ باستعمال قن من اختيارنا، ندير واحد القن بالنسبه لهذا اختيار ديالنا. غنقولوا حنايا الإزاحة تكون مثلا قولوا ستة، نديرو هنا ستة، ستة إلى اليمين هكا، هاي ستة، نديرو ستة إلى اليمين وإلى الأسفل، هاي الأسفل، اختيار ديالنا، نديرو مربعين، مربعين هكا، جوج المربعات، صافي؟ إذا ستة إلى اليمين ومربعين الى الاسفل. يلا لينا ورينا كيفاش غنديرو، شنو غنديرو، يلا شنو نمشيو نشدو هاد النقطه هذيا باش ما بديتي اين النقطه بغيتي تبدا بها، بدا بها صافي. نبداو مثلا بهادي او بهادي، نبداو بهادي، يلا واحد، ها واحد، ها كتبدا من هنا، تقول واحد، ها هي واحد، اثنان، اثنان، ثلاثه، ثلاثه، اربعه، اربعه، خمسه، خمسه، سته، سته، ها سته، اذا سته الى اليمين، ها كدير النقطه ديالك، هذا هو بالنسبة لهاد النقطة فيها ثمانية، هتحسب لي ثاني ستة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، فين ما حبستها هي، صافي؟ ولكن دابا شنو عندنا الإزاحة؟ عندنا إلى اليمين والأسفل واليمين ولا الأعلى ما كايناش، كاينة إلى الأسفل، إلى الأسفل، سي صح، الأسفل شحال نازل؟ اثنان، اثنان، إذا من هاد هنايا هاد النقطة غتنزلو لتحت، إذا واحد، واحد، اثنان، اثنان، ها هاد النقطة تولي هنا وهاد النقطة تولي هنايا، هادو عا باش درنا الإزاحة ديال هاد جوج نقط، إذا هادي وهادي ولاو هنا وهنا، أرونا تحتانيا، هادي شنو تولي؟ تولي واحد اثنان، هاهي ها واحد، ها اثنان، هادي ثاني واحد اثنان، هاهي واحد، ها اثنان، تالاهي ولادنا الشكل هنا، وتشدو وتلونو الأصفر دابا هكا الأصفر. إزاحة، إزاحة على حسب خصك شطا، نعم على حسب الطلب ديال حسب القن اللي عندك، إذا هي اثنان نزلنا باثنان، ثاني هذيك كتبني باش تحسبها هي واحد اثنان، هاهي راه نزلوا باثنان، ها شتيو نزلوا باثنان، نمشيو هذا الشكل الثاني، نمشيو نشوفوا هذا الاتجاه هذا هو وعاد نزلوا باثنان، شوف إذا شحال عندنا، واحد هاد النقطة هذي، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ها ستة. شحال نزل لتحت؟ اثنين، واحد، اثنين، اثنين، إذن هاي، هادي هي، هي هادي، عام، شحال هنايا؟ ستة، ونزلة، اثنين، تاني شوف هادي هي، شحال غدا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، شحال نزل لتحت؟ اثنين، اثنين، واحد، اثنين، إذن هي هادي، شوف هاد النقطة هادي هي، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، شحال نازلة؟ اثنان، واحد، اثنان، شوف شوف هاد النقطة هنايا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، شحال نازلة باثنان؟ واحد، اثنان، إذا الشكل هاهو، هكذا، أنا وقلت أنظن وريت لكم طريقة سهلة 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 جدا، ديما حسب وزيد، حسب وزيد. الشيء اللي قلتولك الطريقه اللي وريتها لك ديرها هات
بالتالي هي الإزاحة كانت على حسب القن اللي عندنا هو اللي اختارينا هنا هو 6 إلى اليمين و 2 إلى الأسفل، يعني 2 سين 6 ديال مربعات و 2 شنو هي؟ 2 ديال المربعات. شنو نديرو الإزاحة هنا ديال دون استعمال القن بالإزاحة التي تنقل أ إلى بي، أ غنقلوها لبي ولكن بدون قن، دون استعمال القن. والقن فاش كنستعملو؟ كنستعملو بيكون عندنا مربعات، باش يمكن لك نحسب مربع جوج مربعات ثلاث مربعات. هنا لا، ما عندناش القن، إذا كنشوفو خص يكون عندنا أنسخ، لحقاش ما يمكنلكش دير إزاحة بدون أنسخ، ولكن غنديرو على حسب المسطرة. ها أنت شحال فيه الضلع ديالو؟ شحال فيه؟ 1 سون، هي 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر صافي. وهنايا شحال بعيد ب مثلا بحال تقول 4 أنت، 4 سنتيمتر صافي، هي 4. إذا شحال نازل شوية؟ نازل شوية، ها هو هنا. إذا هادي ها هويا، إذا هادي هي هادي. شحال من هنا لهنايا؟ سنتيمتر، أي من هنا لهنايا سنتيمتر. هاي شحال نازل من هنا لهنايا؟ بواحد سنتيمتر. هاي شحال نازل من هنا لهنايا؟ واحد سنتيمتر. ها سنتيمتر، واحد سنتيمتر. إذا كانت هنا إزاحة كانت بحال شوية غير عشوائية، ماشي بالأنسخ هكذا. إذا الإزاحة نزلنا شي شوية لتحت هنايا صافي، بالتالي لونوها بالأصفر. بالنسبة للشكل الأزرق نديرو الإزاحة ديالو، شوف من أ لبي، إذا مش هادو بحال دابا نزل شوية لتحت، هذا بي من أ إلى بي شنو؟ طلع شوية الفوق. أنت شوف نشوف بدا شحال فيه، فيه سنتيمتر ونصف، هاي سنتيمتر فاصلة خمسة، 1.5 سنتيمتر صافي. هاي إذا هاي بي، إذا تما غادي بحال هكايا. ها شحال كيبعد، شحال كيبعد أنت، شحال كيبعد أ على بي؟ شحال كيبعد أنت؟ شحال كيبعد؟ تقريبا 4 سنتيمتر ونصف، هاي 4 سنتيمتر ونصف. إذا غنقولو 4 سنتيمتر ونصف، طلعو الفوق أنت. ها هاي كيبعد عليا 4 سنتيمتر ونصف صافي. إذا شحال من هنا لهنا؟ قلنا كاينة سنتيمتر ونصف بدوك. هاي إذا النقطة هذه هي تولي هنايا، هذه الإزاحة ديالها صافي. هنا مايل تقريبا بحال هكا، عندنا الإزاحة بحال هكا، هاي 0.1 يعني 1 سنتيمتر. تما غادي جار بحال هكا، جار بحال هكا، جار بحال هكا، هاي باش تخلي نفس الزاوية، حافظ على الزاوية بيديك. ثم كذلك هنا نحافظ على نفس الزاوية هاكا بيديك بالمسطرة هاكا، ثم دير هذه 1 سنتيمتر، سنتيمتر ونصف هنا، هكا تكون درتي الإزاحة ديال الشكل اللي فيه النقطة بي، اللون ديالو أزرق. ولكن بالنسبة للإزاحة كتكون شوية صعيبة، لحقاش كتكون عندك عبارات خصك تعبر ها سنتيمتر. انتما هاد المسألة باقا شوية صعيبة عليكم، يعني دير الإزاحة بحال هكا شوية، خص يكون عندك أنسخ باش دير الإزاحة. حنا في الأول خصك تتعرف على الإزاحة كيفاش دايرة. واش إذا حركنا الشكل، هاد الشكل هذا هويا دائري، ها هويا مقسوم على أربعة المرات وملون في هاد الشكل هذا، في هاد الربع ديالك تسمى الربع، ربع ها 1 2 3 4 مقسوم على أربعة، ها هو المقام فيه أربعة، البسط فيه واحد، إذا واحد على أربعة، واحد من أربعة زعما، واحد من أربعة. إذا حركنا الشكل ها هو 1 إلى 4، يعني الربع، الربع، الربع زعما، ربع، ربع دورة، ربع دورة. إذا حركنا هذا الشكل بربع دورة في اتجاه حركة عقارب الساعة، يعني عقارب الساعة كدور هكا دور الاتجاه ديالها 3 مرات، 3 المرات سنحصل على الأوضاع التالية بتتابع ألون الجواب الصحيح. شنو كنديرو؟ كنجيبو كنرسمو هذاك الشكل، ها هو تجيكم ساهلة، طريقة سهلة. هاهي هي دائرة مقسومة على 4، دورة هكذا، عقارب الساعة هو هذا الشكل، ها هو رسمناه. إذا
ربع دورة هذه واحدة الأربعة هي ربع ربع دورة زعما ربع دورة شنو هي؟ ها أنت الربع شنو كداير؟ ها أنت شوف هذا الشكل بحال هكايا ندير لك هكايا وتعرف شنو هو ندورتي من هنا لهنايا كتسموه ربع لهنا لهنايا ربع آخر هنا ربع هنا ربع إلا دورتيها كاملة من هنا لهنايا أولا من هنا لهنايا كتسمى نصف دورة هذه نصف دورة بحالاش أتقول لي بحال بهذا الشكل هذا هو ها أنت هنا أسفل هنا كاينة أعلى ياك ها بنا نديرو نصف دورة شنو ولا ولا الأسفل هو الفوق والأعلى ولا التحت كتسمى نصف دورة ولا السفل الأسفل الفوق والأعلى ولا التحت هذه نصف دورة هوكا نصف دورة بالنسبة لربع دورة هي هذه أنت شوف ربع دورة هات شو الأعلى ولا في اليمين والأسفل ولا في اليسار هذه كتسمى ربع دورة صافي من هنايا أنت من هنايا هاد الشكل هاد البلايصة هادي شو هاد المخطط هاد البلاصة اللي ملونة هنا عقل عليها فيها تولي هانت ربع دورة في ولات ولات في هاد الجهة هادي ربع دورة أخرى هاهي ولات هنا ربع دورة أخرى هاهي ولات هنايا فهمتي إذا نديرو نطبقوها في هاد الشكل هذا إذا قلت ثلاثة د المرات غدورو ربع مرة ربع دورة ربع دورة ربع دورة ثلاثة د المرات واحد ربع دورة المرة الأولانية شناهي هاهي هاهي كتعدنا هنايا هاهي كتعدنا هنايا دورنا ربع دورة ولات عندنا هنايا إذن هي هادي مزيان زدنا ربع دورة أخرى هنا سمحوا لي هاهي كتعدنا هكا مزيان ياك هاهي زدناها ربع دورة هاهي ولاتنا هنا الفوق لا لا عندنا هكا ربع دورة هاهي هاهي ولا هنا هاهي كتعدنا هنايا ربع دورة هاي نزيدو ربع دورة أخرى ها؟ هاي نزيدو ربع دورة أخرى ها؟ بقات هنا ما تحركتش إذن هذه لا خطأ شوف الهدايا شوفوا ها هي الأولانية بحال هدايا ها هي بالأولى هنايا ها هي نديرو ربع دورة ها هي ولات الفوق هنايا على الجهة اليسرى ها هي نزيد ربع دورة أخرى هنا هاي ولات في الجهة الأعلى على الجهة اليمنى هاي نزيد ربع دورة أخرى ولتنا في الجهة السفلية على اليمنى أسفل اليمنى إذا بي هو لي صحيح قلت لك غنلولو هاد هاي كتعدنا هنا ثم ربع دورة تحولتنا الفوق هنا على الجهة اليسرى ثم ربع دورة تحولتنا في الجهة الأعلى على اليمين ثم ربع دورة تحولتنا على الجهة اليمنى في الأسفل هذه صحيحة صافي نشوفوا الإزاحة ألاحظوا جيدا ثم أجد قنع الانتقال من النقطة أ إلى نقطة ب من أ إلى ب كيفاش انتقلنا ليها انتقلنا من هنايا حتى جينا لهنا كي درنا الى الاسفل باثنين هيا واحد جوج الى اثنان جوج مربعات نزلنا باثنان ثم الى اليمين بستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة اذا نزلنا باثنان ومشينا الى اليمين ب سي بستة نزلنا بجوج وزدنا الى اليمين بستة يعني هاي اثنان ستة بالتالي تحولت من أ إلى ب بالإزاحة ديال القن أرسم الدي منقول النقطة سي هاي السي والدي هو لا يترسم واش يكون هنا واش يكون هنا واش يكون هنا واش يكون هنا ما عرفتش ولكن بنفس القن إذا نفس القن لا نديرو شنو نديرو بحال درنا الأ هي نزلنا بجوج ومشينا اليمين بستة غنديرو السي كذلك غنزلو بجوج وغنمشيو بستة إذا نزلو بجوج واحد اثنان هيا ها واحد جوج ثم نذهب إلى اليمين بستة ها واحد ها جوج ها ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة بالتالي النقطة هاي تكون هنا هي دي جوج باستعمال قن الانتقال هاو اثنان إلى الأسفل ثمانية
الى اليمين. انقل الشكل في دفتري واقوم بازاحه المثلث ا لاحصل على المثلث بي. رسموه. في واحد جوج ثلاثه، ثلاثه المربعات. واحد جوج ثلاثه، ثلاثه المربعات. صافي بشحال نزل الاسفل؟ واحد جوج ثلاثة أربعة، أو شحال فيه في الطول في الأسفل؟ فيه أربعة، وهنا مشى إلى اليسار بمربع، إذا أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، باش ترسموه، ومشيو إلى اليسار بمربع، كيما مشاو هما بعد، نزل بربعة، ومشى هنا اليمين بمربع، نرسم هاد هكذا، باش يجينا بحال هكايا، ثم هذاك نصل أصل هذا الضلع بهذا الضلع، وهذه النقطة بهذه النقطة هكذا. إذا هذا هو اللي عندنا أ اللي هو كان أصفر هاهو، إذا هذا هو هاد الشكل، نديرو الإزاحة ديالو قالك أسيدي، نزل ب اثنين مربعين، إذا دابا هاد النقطة مثلا نزلها بمربعين، ها واحد اثنين ها جوج، وإلى اليمين باش بثمانية، ثمانية واحد اثنين اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا هاد النقطة هذيا هي هاد النقطة هذيا، صافي مشيو لهاد النقطة هذي، بشحال نزلو منها؟ واحد اثنان هايا، بشحال نمشيو هنايا؟ ثمانية، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هاي ثمانية، نشوف هاد النقطة هذيا، تاهي ندير لها الإزاحة ديالها، بشحال نزلو من تحت؟ واحد اثنان، ثم إلى اليمين؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. نحسبوا على هاد ثلاث نقاط، كندير لهم هكا كنسالوهم باش نرسموا المثلث ديالنا او الشكل اللي غادي يعطيه اللي يولي عندنا. اذا قال لكم واش سميتو؟ سميتو بي، ها هو اللون، وحنا بشي لون اخر مثلا، ها هو ولو انه راه خصيتو لون اصفر. هل تغير الشكل؟ هل تغير الشكل؟ لا لا. هل تغيرت ابعاد الشكل؟ ابعاد ديالو هنا من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا؟ لا، بقى هو نفسه، عنده اربعه المربعات هنا، عنده ثلاثه المربعات هنا، وعنده من هنا مايل هنايا، نازل باربعه وداخل هنا بمربع. اذا هل تغيرت ابعاد الشكل؟ لا لا، ما كتغيرش. في الازاحه لا يتغير لا الشكل ولا ابعاده. اذا عندما نزيح شكلا نحصل على شكل قابل للتطابق مع الشكل الاول، قابل للتطابق. استطيع ازاحه نقطه من نقطتين على تربيعات التربيعات او باستعمال الانسخ، اما بالتربيعات المربعات باش دير القن او بالانسخ. احرك الشكل، ها هو ربع دوره، هي واحده لا واحد لا اربعه كتسمى ربع دوره، واحده اربعه دوره في اتجاه حركه عقرب الساعه هكا، فاحصل على الشكل لا يتغير الاطوال لا تتغير، الشكل لا يتغير والاطوال لا تتغير. صافي، الى هنا ينتهي الفيديو، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.